بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم محمد سعيد. في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم عن اسئله ومحاور شغل الاوبتيكال ترانسميشن. في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها الاول، ايه الفرق ما بين الاوبتيكال فايبر والاوبتيكال ترانسميشن؟ ناس كتير بتتلخبط ما بين حاجتين، الاوبتيكال فايبر والاوبتيكال ترانسميشن. شغل الاوبتيكال فايبر كترانسميشن لاين، يعني بشتغل في كابلات الفايبر نفسها، سواء في التست او في اللحام او في الميجرمنت او في الانستليشن اللي هو التركيب، كل ده يندرج تحت مجال اسمه او اس بي. دي معناها اوت سايد بلانت. شغل التركيبات والتست واللحام وماده الكيبلز والكلام ده كله بنسميه او اس بي، اوت سايد بلانت، وده مش ترانسميشن. طب مين اللي بيشتغل في القصه دي ويهتم بيها؟ الناس اللي عايز تشتغل في كابلات في مجال الاوبتيكال كترانسميشن لاين ككيبلز بس، ملوش دعوه بالاكويبمنت ولا الكلام ده كله. شغل الاو اس بي اهم حاجه فيه تكون بتعرف تقيس، تستخدم الديفايسز في الميجرمنت، في الانستليشن، في التست. ايه هي اكتر حاجات بنستخدمها مثلا على مستوى السبايس او اللحامات؟ بنستخدم مثلا اماكن كتير قوي، اشهر حاجه اعرفها اللي هي البوش بور. على مستوى الميجرمنت والتست بنستخدم حاجه اسمها او تي دي ار. مهم قوي ادرس الاوبتيكال فايبر كيبلز نفسها، الاوبتيكال فايبر كيبلز. طيب ده شغل الاو اس بي، ده مش علاقه بالترانسميشن. وانا بنصح بتجنب المجال ده شويه، يعني مش تجنبه. الناس اللي بتشتغل في الترانسميشن وتدرس وتقرا وتطور نفسها، المجال ده ضيق شويه. ايه المجال الاوسع بكتير بقى؟ الاوبتيكال ترانسميشن. ده الجزء الثاني، اوبتيكال ترانسميشن. هو ده بقى المجال بتاع الترانسميشن نفسه. طب مجال الاوبتيكال ترانسميشن انا بشتغل في ايه؟ لا، انا بشتغل مع السيجنال، مع الديفايسز، مع الكباين، مع البروتوكولات بتاعت الترانسميشن نفسها. طيب شغل الاوبتيكال ترانسميشن ايه المحاور بتاعته؟ شغل الاوبتيكال ترانسميشن المحور الاولاني بدرس فيه الاوبتيكال فايبر نفسه، الاوبتيكال فايبر كيبلز. كان الاوبتيكال فايبر ده بيتقسم لايه؟ ايه انواعه؟ ايه مميزاته والعيوب بتاعته؟ ازاي بيتصنع؟ ايه هي اللوسز اللي بتيجي على كابلات الاوبتيكال فايبر كاتنيويشن، ديسبرشن، سكاترنج، ابزوربشن، ريفلكشن؟ كل الحاجات دي بدرسها، بعرف هي عباره عن ايه. انواع الكيبلز بقى، سواء ستيب اندكس، جريدد اندكس، سنجل مود، مالتي مود. ايه هي الانترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون ستاندرد بتاع الاوبتيكال فايبر كيبلز؟ وايه هي الحاجات اللي بنستخدمها؟ طيب تاني حاجه بندرس البروتوكول بتاع الاس دي اتش، سينكرونس ديجيتال هيراركي، البروتوكول اللي بيعرفنا شكل الفريم اللي بننقل فيه ترافيك الاوبتيكال ترانسميشن. بندرس كمان او تي ام، اوبتيكال ترانسبورت نتورك، ده بروتوكول اعلى منه بكتير، وبيبدا يبعت داتا رينكس بتوصل لحد 400 جيجا بت بير سكند على ويفلنس واحد. بندرس كمان تكنولوجي الدبليو بي ام، اللي هي الويف لينث ديفيجن مالتيبلكسنج. من اهم الاجزاء في الاوبتيكال ترانسميشن هي الدبليو بي ام. في منها نوعين، سي دبليو دي ام والدي دبليو دي ام. وركز على الدي دبليو دي ام. بتدرس بعد كده الاكويبمنت او الهاردوير، زي مثلا نوكيا بي اس اس 1830، زي مثلا هواوي اوبتكس او اس ام 9800 و8800 و3800، حاجات كتير قوي. يبقى نوكيا بتعمل اكويبمنت اسمها بي اس اس، واشهر حاجه 1830، وهواوي بتعمل حاجه اسمها اوبتكس او اس ام، واشهر حاجه 9800، وبتدرس طبعا بقيه الاكويبمنت. وبعد كده بتتعامل مع السوفت وير، يعني مثلا السوفت وير بتاع نوكيا بنسميه او ام اس، ده التولز بتاعت نوكيا اللي بتخليني اقدر الوجن واعمل كونفجريشن للاكويبمنت. بالنسبه لهواوي عندنا الان سي اي والـ U2000T والـ NCE. دي التولز او السوفت وير اللي بنشتغل عليها من ناحيه الايكويبمنت بتاعت الاوبتيكال. طيب ايه هي بقى الادفانسد تكنولوجي بتاعت الاوبتيكال؟ في بعض الادفانسد تكنولوجيز بتاعت الاوبتيكال، زي مثلا الايسون، زي الاوبتيكال دكتور، زي السي دي سي اف، زي الجبل. الحاجات دي مهمه جدا، بس دي لازم عشان تبدا تدرس فيها وتبدا تدخل فيها، لازم تكون الاول درست
الاوبتيكال ترانسميشن نفسه واشتغل يستحسن كمان اشتغلت في بيتك. طيب ده بالنسبه للاوبتيكال، ده من الاوبتيكال فايبر كيبلز والنتورك ستراكشر والنتورك توبولوجي، الاس دي اتش، الاو تي ان، الدبليو دي ام بانواعها، الهارد وير والسوفت وير تولز، وبعد كده الادفانس تكنولوجيز بتاعت الاوبتيكال. بدرس بيزكس النتورك مع الاوبتيكال، بدرس بيزكس النتورك مع الاوبتيكال والاو اس بي اف والاجزاء بتاعت الفي لان والكلام ده كله، علشان برضه بتسال فيها في جزء الاوبتيكال. انا حاولت اغطي الاجزاء السريعه في الاوبتيكال ترانسميشن. يا ريت ان شاء الله تكون الناس خدت بالها من المحاور اللي بتدرسها في الاوبتيكال، سواء اللي هياخد كورس او هيدرس او هيشتغل او هيذاكر سيلف ستادي، يبقى معاه الاجزاء دي. ان شاء الله في الفيديوز الجايه هنتكلم عن الاي بي ترانسميشن. السلام عليكم.